بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 15 حول موضوع الكانديدياسيس. في هذه المحاضرة إن شاء الله حنعرف ما هو تعريف الكانديدياسيس، ما هي البريدسبوزينج فاكتورز اللي حتؤدي إلى الديزيز، ثم حنعرف اللاب دياغنوسيس والتريتمنت. احنا عاوزين نذكر بالآتي ان احنا لو ما تكلمنا على systemic fungal infection قلنا في معنى اللي هم الناس immune competent مناعتهم كويسة، لكن في real pathogen من الـ من الـ من الفنجاي اللي هم اللي قلنا عليهم الهيستوبلازموزس والكوكسيديوودومايكوزس والبلاستومايكوزس. الاميون suppression اتفقنا انه في معنى candidiasis، في معنى spirigulosis، في معنى الكريبتوكوكوزس. دول كلهم قلنا عليهم opportunistic. يعني ما معنى opportunistic؟ انهم دول ما يمكن يعني يعملوا disease الا في الشخص اللي هو immune competent، الا اذا الشخص ده immune compromised. فبالتالي اي شخص immune competent ما يمكنش يحدث disease باللي هم دول candidiasis or spirigulosis or cryptococcosis. طيب تعالوا نشوف ال candidiasis. قبل ما نتكلم على الديفينيشنز في امر مهم، طبعا اسمها او طبعا الاسم الشهير الان هو طبعا الثابت يعني هو candidiasis. في كان زمان يسموها كانديديوزس، وكان يسموها قبل كذا يسموها مونولييزس، لكن الاسم الحالي الان هو كانديديوزس. الكانديدا دي هي نورمال فلورا موجوده في الميوكاس ممبرين، موجوده في الابر ريسبيراتوري، موجوده في الجي اي تي، موجوده في الفيميل جينيتال تراكت كنورمال فلورا، يعني عايشين الناس بها طبيعي. النقطه المهمه جدا انها تعتبر دي نوت بارت اوف نورمال فلورا للسكن، ما هيش نورمال فلورا للسكن باستثناء اكسبت انها موجوده في البري جينيتال سكن كنورمال فلورا. هذا الاكسبشن لها انها موجوده في السكن في البري جينيتال. طيب الان كيف، ما هو تعريف الكانديدياسيس؟ نيجي نقول عليها هي opportunistic infections that caused by yeast، وبالتالي المود اوف ترانسميشن هنا اندوجينس لانها هي اساسا موجوده كنورمال فلورا، فبالتالي طريق العدوى او المود اوف ترانسميشن هو اندوجينس. من هنا نقول ان ما في نو بيرسون تو بيرسون ترانسميشن خالص لانها هي موجوده، فبالتالي المود اوف ترانسميشن اندوجينس. النقطه المهمه اللي عاوزين نتفق عليها ان الكانديدا زي ما اتفقنا opportunistic، يعني ما تعملش ديزيز الا في هي انتهازيه الا في الناس اللي حصل لهم اميون سبريس، وبالتالي كلما قل الاميون سيستم كلما استطاعت الكانديدا انها تعمل ديزيز، لكن شخص اميون كومبتنت مش هتعمل الكانديدا اي ديزيز. الكانديدا في معنى بالنسبه للكومن كانديدا في عدد كثير منها، لكن الكومن كانديدا في معنى كانديدا البيكان، في معنى كانديدا جالابراتا، في معنى كانديدا التروبيكاليس، وفي معنى الكانديدا البارا سولياسيس، وفي معنى كانديدا كروسي. دول اللي هم المور كومن. الآن تعالوا نشوف كباثوجينيسيس، نشوف البريدسبوزينج فاكتورز اللي بتؤدي إلى إنه الكانديدا دي تعمل الديزيز. احنا عاوزين نتفق على آتي إنه الريسك فاكتورز ده كلما وجد الريسك فاكتور حيؤدي إلى انكريز الكانديدا، فعاوزين نعرف ما هي البريدسبوزينج فاكتورز اللي بتزود الكانديدا وبالتالي يحدث الديزيز. أول واحد اللي هو دايابيتس ميليتس. الديابيتس ميليتس خاصة عند الأشخاص اللي هم uncontrol هم يعتبر predisposing factor بحيث أن الكانديدا حتزداد وحيحصل كانديديز. النقطة الثانية الاميون ديفيشنسي اللي هو الHIV آسف اللي هو prolonged uses للكورتيكوستيرويدز. النقطة الثانية اللي هي prolonged uses للكورتيكوستيرويد، الناس اللي بيستخدموا كورتيكوستيرويدز بشكل لمدة طويلة دول يعتبروا يعني strong predisposing factors، فبالتالي حيؤدي إلى أن الكانديدا تزداد ويحصل candidiasis. النقطة الثالثة زي ما قلنا immune deficiency اللي HIV اللي قدوا على مشارف أنه يتحول إلى AIDS، ده بالتأكيد يعني حيؤدي إلى strong predisposing factors وبالتالي حيؤدي إلى الكانديدا تزداد ويحصل candidiasis. أكيد organ transplantation لأنه ده بيعطى immune suppression، فبالتالي الناس اللي بيعملوا organ transplantation هم لديهم predisposing factors ان يحصل لهم candidiasis. النقطة الخامسة vaginal infection. الام pregnant woman اذا كان عندها candida في الفاجينا والجنين هو معدي عبر البيرث كانال ممكن يأخذ الانفكشن ويحصل له ولسه فيتس يحصل له اللي هو الاورال ثراش، يحصل له اورال ثراش.
النقطة السادسة، الناس اللي بيستخدموا انتي بايوتكس برود سبكترم لمدة طويلة. طبعا ليش؟ لانه الانتي بايوتكس كبرود سبكترم بيقتل كل النورمال فلورا البكتيريا، فبالتالي لو ما تموت البكتيريا النورمال فلورا بيكون تشانس عالي ان الكانديدا تنمو وتعمل كانديديزيس. النقطة الثانية، اللي بيستخدموا الكاتيترز بس بيستخدموها بشكل مستمر على طول، ثابت الكاتيتر عنده بشكل مستمر، ده واحدة من البريدسبوزنج فاكتور انه يحصل له كانديديزيس. بالتأكيد الكيموثيرابي، الناس اللي عافانا الله وإياكم عندهم كانسر وبيستخدموا كيموثيرابي، واحدة من الأشياء المهمة جدا أنه يحصل عندهم كانديديسيس، على اعتبار أن الكانديدا بتزداد وبالتالي يحصل كانديديسيس. النقطة المهمة اللي عاوزين نتفق عليها قبل ما نشوف الديزيز، أي ديزيز تعملوا الكانديدا لابد نعمل سيرش للريسك فاكتورز، إيش اللي خلى الكانديدا تنمو، لابد نفتش ما هو الريسك فاكتورز. اول ديزيز بالتاكيد الاورال ثراش، وده نسميه اورال كانديديزيس، هو مهم جدا. يعني واحده من الاشياء اللي ممكن تؤدي له الناس مثلا اللي عندهم برونكيال ازما ويستخدموا مثلا اللي هو السبراي في كورتيكوسترويدز، فاذا استخدام لفتره طويله السبراي ممكن يحصل عنده الاورال ثراش. طبعا بالتاكيد عنده ايدز ممكن يحصل عنده اورال ثراش، عنده مثلا بيستخدم كيموثيرابي ممكن يحصل عنده اورال ثراش، فلا بد حنفتش زي ما قلنا على الريسك فاكتورز اللي ادى الى انه حصل كانديديسيس. النقطه الثانيه اللي هي الفالفو فاجينايتس، انه هنا تنصاب الفالفا وتنصاب الفاجينا، فبالتالي يحصل فالفو فاجينايتس. كيف يحصل هذا الموضوع؟ يحصل هذا الموضوع لو المرأة، طبعا هي احنا اتفقنا ان الكانديدا موجوده في السكن للبريجينيتال، موجوده الكانديدا موجوده كنورمال فلورا، فايش اللي يحصل هنا؟ يحصل لو المراه المناعه حقها وطيت، واحد من الاشياء اللي ممكن تؤدي الى هذا الموضوع. اثنين، لو بتستخدم ميديكيشنز معينه عمل كمان اميون سابريس، لو حصل هرمونال ديستربانس كلهم حيؤدوا الى ان الفاجينا تنصاب بالكانديدا والفالفا تنصاب بالكانديدا، فيسموها كده، يسموها فالفو فاجينايتس. الديزيز الثالث اللي هو البارانوكيا. البارانوكيا هي النيل انفكشن، ودي غالبا بتحدث مع الناس اللي بيكون ايديهم او هم الكونتاكت مع الوتر بشكل مستمر بشكل دائم، فده ممكن يحصل عندهم البارانوكيا، واحد والسبب هو كانديدا. طبعا دي شكل اخر للبارانوكيا. النقطة الثانية اللي الرابعة، ديزيز اللي ممكن يحدث هو سيستميك كانديديزيس، ودي طبعا ما يمكنش تحدث الا لو ما يحصل ديكريز للسيل ميديت ايمينيتي. هنا الكانديدا خلاص حيحصل لها ديسيمينيتد وتروح للاي وتعمل انفكشن، وتروح للبرين وتعمل انفكشن، وتروح لللنج وتعمل انفكشن، وتروح للهارت وتروح للبون، فدي سيستميك كانديديزيس، معناها ان السيل ميديت ايمينيتي في القاع. النقطة الخامسة اللي هي سموها كانديدا انتر ترايجو، ودي تكلمنا عليها لو ما تكلمنا على التينيا كروريس، وقلنا انه دي ناتجة في البداية حقيقة عن سكن تو سكن فريكشن اور رابينج، نتيجة احتكاك السكن مع السكن، فهذا الاحتكاك حيكون في اريتيشن، وبالتالي الكانديدا تستغل انه حصل ابريجن، فبالتالي حتروح تعمل الديزيز، وسميناها يومها تتذكروا في التينيا كروريس سميناه انتر ترايجو، وقلنا انه ذا بيكون منتشر في المناطق الحاره وفي موسم اللي بيذهبوا عمره او في موسم الحج بيكون منتشر بشكل كبير، وقلنا كيف نعمل بروفلاكسس، فممكن تراجعوا محاضره التينيا كروريس. النقطه السادسه في الديزيز اللي بتعملها الكانديدا اللي بيقول عليها كانديديسيس هو يسموه دايبر اور نابكن كانديديسيس، وهذا مرض الحفاضات يسموه، اللي هم الانفنتس اللي بيعطوه بيلبسوهم الحفاضات. ايش اللي يحصل؟ اللي يحصل انه الحفاضات دي بتكون طبعا تايتلي يعني على الطفل بشكل كويس، وبتكون كمان لمده طويله، فلو حصل اكرمكم الله الطفل تبول او حصل انه في براز معين، البول او البراز حيعمل اريتيشن، حيعمل سكن اريتيشن، فالسكن اريتيشنز ده حيخلي الكانديدا تستغل الموقف وتعمل الديزيز اللي بيسموه كده، يسموه اساسا ديزيز الحفاضات او يسموه الدايبر اور نابكن يعني حفاضات. فده كاركترايزد باي ايش؟ كاركترايزد باي بيفيريد، حنشوفها الان كمان الصوره، وكمان حيبدا ماكيول وبعدين يحصل له باتشز، والباتشز ده او الماكيول والباتشز نسميها ساتلايت ليجن. هذه الصوره لها، شايفين الان هذه
النقاط هذه هي اللي هي ساتلايت ليجن. طبعا اللي قبلها باتشز، في البدايه يبدا ساتلايت ليجن وبعدين يتحول باتشز، يبدا زي ما قلنا ماكيول اللي هي ساتلايت ليجن وبعدين يتحول باتشز. دي واحده من الصوره، كمان واحده صوره واضحه كمان كاركترستيك. ما تنسوش شايفين الساتلايت اللي هي النقاط الساتلايت ليجنز كاركترستيك فيها. طيب كيف نعمل الان دياجنوسيس للكانديدياسيس؟ بالتاكيد كلينيكالي، وكلينيكالي ذا الى حد ما واضح بشكل كبير خاصه في الاورال ثراش. احنا كمان نعمل الودز لام ما في فلوريسنت، يعني ايش؟ يعني ان الاورجانيزم ده الكانديدا ما بتطلعش فلوريسنت، فبالتالي لو ما نعرض الالترا فايلوت ريز مش هيحصل فلوريسنت. نعمل دايركت سمير طبعا من الاكسوديت، فنروح نصبغه بجرام ستين، حنشوف جرام بوزيتيف اوفال شيبد زي ما انتم شايفين الان، شايفين كيف كمان جرام بوزيتيف اوفال شيب. نعمل كالتيفيشن، نزرعها طبعا على طبق السبارود دكستروز اجار على الكرون ميل اجار، ونعمل ايدنتيفيكيشن. الايدنتيفيكيشن هنا في كاركترستيك ان الكلونال مورفولوجي لها انه حيكون سوفت وكريمي كلرد وذ اليست اودر، يعني رائحه اليست. لو ما نروح ناخذ من الكولوني دي ونعمل سمير، حنشوف اكيد جرام ستين، في الجرام ستين حنشوف اوفال جرام بوزيتيف في البادنج يست سيل، طبعا اللي هي طبعا احنا نقول عليها الصوره الواضحه امامكم هي جرام، هي الاوفال جرام بوزيتيف، ودي دلاله هي طبعا اليست. في واحده من التست اللي بنستخدمها عشان نحدد الكانديدا البيكان يسموها جيرم تيوب فورميشن للكانديدا البيكان. ايش اللي نعمله بالضبط؟ نروح ناخذ الكولوني ونخلطها بسيرم ونعمل انكوبيشن عند 37 درجه مئويه لمده ساعتين الى 4 ساعات، وحنشوف انه حصل جيرم تيوب. ما معنى ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه الكانديدا البيكان بتزود السنسس للبروتينز، بتزود استهلاك البروتين، وبالتالي كمان بيحصل كمان انكريز للرايبونوكليك اسيد. هذا الانكريز في السنسس للبروتين والرايبونوكليك اسيد حيحصل انه ما نسميه بالالونجيشن او نسميه جرم تيوب، ودي كاركترستيك للكانديدا البيكان. كمان ممكن نعمل بايوكيميكال رياكشنز، طبعا الكانديدا البيكان بتعمل فيرمنت للجلوكوز اند المالتوز وذ الاسيد اند غاز برودكشن، فذي يعني كاركترستيك ان ذي السبيشيز هو كانديدا البيكان. كيف نعمل تريتمنت؟ التريتمنت اهم نقطه فيها انه نعمل اليمينيشن للبريديسبوزنج فاكتور، هذه اول نقطه، لابد نشوف ايش الفاكتور اللي خلى الكانديدا تنمو وتعمل ديزيز، فلابد في البدايه نبحث ما هو البريديسبوزنج فاكتور. النقطة الثانية في معنى نستاتين وبيستخدم للأورال ثراش أو لو فيه في الجي آي تي، طبعا هو ما يمتصش، حتى لو ما نعطيه في الجي اي تي حيشتغل في نفس اول ما يوصل في الجي اي تي، مش هيحصل له اي امتصاص. والنستاتين زي ما قلنا للاورال فراش. في معنى كمان الفلوكونازول بيستخدم كمان في الاميون كومبرومايزد بيشنتس، لو عندهم كانديديزيس وهم اميون كومبرومايزد بيشنتس يستخدم. في السيستميك او في الديسيمينيتد كانديدياسيس بنعمل زي ما قلنا زمان، بنعمل كومباينيشن للانفوتريسين بي مع الفلوسايتوزين، ودول بيعملوا سينرجيزم افكت، فبالتالي دول بيستخدموا خاصه لما يكون اكيد لما يكون البيشنت اميونو كومبرومايزد بيشنت. كنت معكم في هذا الموضوع البسيط والجميل اللي هو الكانديدياسيس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.